انت هنا بتعمل ايه؟ لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت منطشه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر اني كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شاب؟ اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي نزمتها برقبه مليون شاب زيك. على الاقل في يوم من الايام هتبقى ام محترمه تربي اجيال. لكن اللي زيك انت اخرته ايه؟ كفايه بقى يا ماما الاوهام اللي انت عايشه فيها دي. ما تنزلي اي ديسكو تشوفي البنات عاملين ازاي. الفساد بقى على كل لون يا دكتوره. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي كلب بيدور على كلبه يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. سليم من ابوك. الله حلو الحطور ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واديني يا ابو صلي وصلي يا ابو صلي تحبيب الروح استني. الله خد ولع خد ولع لسه طبيعي. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي؟ انقذنا من العرب والفضيحه. ايه ده مالك؟ العفريت راكب هنادي هنادي مراتي. يا مرشد مش عارف اعمل ايه. قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا مرشد. انا هعمل لك اي اي استرجي شويه. ايه اي 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 استرجي يا مرشد. طب هنادي هنادي انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرف؟ بتعمل ايه وانا اتكلم ايه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تتظبط يا هنادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي. ايه يا رب اشوفك عريان بلبوص والعيال بتعيلك بالطوب وتتفضح في تحت القطط في السوق. ماشي يا ميسي. ايه يا رب الاقيك بتلعب في مركز الشباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي ايه بس يا عم الحاج؟ ده الناس خليتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر ماشي. والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي وبيت لون للتاني. اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا مرشدي. انا فوقي. اي لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر؟ مش سهل يا فرعون. اصحى يا ابن النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري. ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بطماري ولوني مصري وكل مصر الله عليه الله عليه. شفت يا جد ميسي واللي عامله فيك؟ ما انا عشان كده ما اقدرش اقول له لا. ده قادر ومتسلط. لا وايه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا هنادي بعون الله انا هطلع ميسي ده من على كتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي؟ بايه؟ باي طريقه يا اخي. ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بقه. ابوسك انا من بقك يا رشدي بايه؟ هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حيش. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. That boom boom boom. إني خليت كلها ركبها عفريتة مالوش دي. مال إيه؟ هو ميسي ده شوية وريش ميسي الواحد. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض. يوه يعني ده ظهر بجد يا مالوش دي؟ مال هزار. أيوة ظهر بجد يا شتشل. تعليك يا مصر وعلى عفريتك. تعالوا وراها أنا جاي أهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي انكل. جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقول الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايوه ايوه ايوه. انت هتغرقوا ده احنا من راضيين. الا مستر مروش بقى. الله اصبر بس اسمع.
الكرة دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شوية جوز الهام وسمسم. عمل سفر ده مالوش دي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مالوش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير، هيروح خارج من جسم هلالي وراشق في جسمك انت. بخت يا بروجدي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسه اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هنادي. لا وانا يا بروجدي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتتبخري وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا بروجدي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا بروجدي. قرايه يا بروجدي مفيش ضفوف ولا حاجة. هشغلوا مزيكا اجنبي. هطلعوا مثل مزيكا اجنبي. هو ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو حبيبي يا عمي. يا ميسون هو ده الكلام يا بروجدي. ده انا جايب لك عقد بنادي بايع بيه. ادفع يا ميسي وانا اجيب لك كاس العالم. طلع على المنتج يا بروجدي. لسه بس هيرجع. ادفع بقى يا ميسي. ما تدفع يا ميسي. يا ميسي يا ميسي يا ابني ما يصحش. لو في انتوا بتطلعوا بيوم اضربها بايدي. طب ادفع يا ميسي. مبروك يا جاد. طول ما كنت هبقى رشدي. لا هنادي ماتت. سليم سليم انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا انت عبيط. يلا كده. طب انا بقى هوريكم. انت شيرين؟ نعم انا بودي. لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه. قلت لهم مش على بودي. ايوه على طب اصحابك ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه. مؤدبه وهتتعبنا. كده بقى يا قطر. قوم اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر انا هبهدلك. تعالى تعالى قول انا مش راجل. بسيط انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل. اخر حاجه لف بقى كده قول.